السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هنا من البرتغال وبالضبط من مدينة فاطمة. هذه هي الكنيسة المعروفة والتي يحج إليها المسيحيين من مختلف الدول، يحجون كل سنة من يوم 13 من ماي، وهي كنيسة مر على إنشائها وبنائها حوالي 100 سنة، وقد احتفلت بال100 سنة في 13 ماي 1917. وهي كنيسة تعد رمزا أيضا للمسيحية في البرتغال، وقد أقيمت أمامها أيضا كنيسة أخرى كبيرة. ها هي الكنيسة الجديدة التي أقيمت أمامها، وهي كبيرة جدا بالمقارنة مع الكنيسة القديمة أو الكنيسة الرمز. وهنا يقوم المسيحيين بالتعبد، وهذا الخط الأبيض يمشون عليه فقط على الركبتين من أجل التعبد، وهذه طريقة في التعبد أيضا. سأقترب قليلا من الكنيسة حتى تظهر يعني عن قرب. يعني هذه الكنيسة معروفة أيضا بجمالها الهندسي وقيمتها المعمارية أيضا، أي كنيسة جميلة ومكان لا يحج إليه فقط المسيحيين، بل يأتي أيضا الزوار من كافة أنحاء العالم أيضا السياحة، وأيضا يعد مكان سياحي أيضا في هذه المدينة، في مدينة فاطمة، هو معلم من معالم المسيحية. وهنا كما ترون هناك زوار يأتون من مختلف مناطق في البرتغال ومن مدن أخرى أيضا قصد الزيارة، هناك من يقصد من أجل الزيارة، هناك من يقصد من أجل الفسحة والراحة والسياحة أيضا. ونقترب من هذا المعلم التاريخي، المعلم الديني أو الصرح الديني الخاص بالمسيحيين، ونقترب من الكنيسة لنرى مدى جماليتها وهندستها المعمارية الأخضر الجميلة. وهنا أيضا هذا النصب الجميل الذي يتوسط هذه الساحة الكبيرة، يتوسط ساحة الكنيسة والمكان الذي يعج فيه كل سنة بالمتعبدين المسيحيين الذين يأتون من مختلف الأقطار في العالم أيضا. هنا يظهر يعني هذا المعلم القرب واضحا العيان. وهنا كما ترون هناك زوار، هناك من يقوم بالتعبد في هذا المكان الخاص بالمسيحيين.
ضريح فاطمة السان فاطمة والسان فاطمة. هو مكان هادئ مخصص للهدوء وللعبادة. هناك مثلا شخصا قد قام بالمشي على الركبتين على الخط الأبيض الطويل من طرف الساحة إلى هذا المكان، وهو يقوم بمواصلة المشي، وهي طريقة يتعبد بها المسيحيين هنا أيضا في هذه الكنيسة من أجل يعني الكفارة عن ذنوبهم.